حكاية الزواج للشيخ محمد العريفي من أجمل الحكاية. سمعنا جزءها الأول من لسان والده، ونسمع جزءها الثاني من أبي عبد الرحمن. والله هذه صلة محرجة يا شيخنا. على العموم، هو يسر الله تعالى بعدما احتلت على أبي تلك الحيلة وقرر أن يزوجني، وجاء فعلا وخطب لي أم عبد الرحمن. القضية أن عندنا في ثقافتنا وعاداتنا إلى عهد قريب أن الخاطب لا يرى مخطوبته، وهذا بلا شك أنه خلاف السنة يعني، لكن جرت عادة الناس في عائلتنا أنه لا يراها إلا عند الدخول بها بعدما يتزوج وينتهي. إذا دخل بها رآها في تلك الليلة، عاد أنت وحظك يعني. ففي الغالب أنه يعرفه عن طريق الوصف في السابق. فكنت أنا أقول لوالد زوجتي العم إبراهيم، كنت أقول له يعني ترى شرعا الأصل أني أراها وهذا، فكان يقول ما في مجال. لما عقدت العقد الشرعي تملكت وخلاص صارت زوجتي، قلت طيب أبغى أشوفها، قال برضو ما في مجال، ما تشوف إلا ليلة العرس. هذا كذا كانت العادات. فاحتلت وقلت لإحدى أخواتي اعزميها. طبعا إذا عزمتها ما راح تأتي مع عبد الرحمن لوحدها، لأنها أيضا عندنا في العادات أنها لا يمكن أنها تطلع مدام أنها غير متزوجة إلا مع أمها. ففعلا عزمتها هي وأمها، أختي أكبر مني بكثير متزوجة، واختبأت أنا في المخزن في البيت لأرى زوجتي طبعا. فمرت بها أمامي في السيب في الممر، ويسر الله تعالى ولمحتها لمحا يسيرا، لأن كان ظلام وأنا كنت معرق وفاتح النافذة قليلا. فهذه كانت حيل تلك الأيام يعني. والله يا أخي، أنا أول ما رزقت بولد سميته عبد الرحمن، أو ولد مبكرا، ولد قبل التاسع ولا عاش، وسميته عبد الرحمن، نرجو أن يكون شافعا. بعدها ولدت لي بنت، وهي الآن متزوجة وعندها بنت، ولعلكم رأيتم الجوهرة يعني اللي هي حفيدتي، اسمها الجوهرة. بعدها جاء عبد الرحمن، يعني في البنت ثم عبد الرحمن ثم إبراهيم ثم جمانة وشروق وسارة ومودة ثم الأخير الحاكم. الحاكم عمره يمكن الآن 6 شهور أو 7 شهور تقريبا، وعسى الله تعالى أن يصلح لنا وإياكم النية والذرية. كلهم فرحت بقدومهم، لكن الحاكم كان له لذة خاصة، وذلك لأنه جاء بعد 4 بنات. فسبحان الله، الولد عموما والبنت يعني كلاهما له لذة، لكن لما يأتي 4 بنات متتابعات ثم ترزق بذكر، بلا شك أنه يعني، ثم هو الله يحفظه يعني ويصلحنا وإياك مني وذرية يعني على صغره، لأن في خفة دم ويضحك ويلعب، فكان في فرح به والله الحمد. هذه شو اسمها؟ الجوهرة. أنت شو تصيرين لها؟ أنت خالتها صح؟ هذه الحفيدة عمرها بسم الله ما شاء الله شوي شوي طيب على بناتنا يعني. يا بك جبناك لحمزة، تعطونا حمزة لتراب حمزة يا أخي. هاي عروستك يا حمزة، شوف بس أبوها يوافق إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الله يحفظك. وهذا الزير، هذا الحاكم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ها يا سمي بالله يا إبراهيم، دائما الأطفال يمسكهم وسمي. إيه والله انتبه عليها، ترى هي مسكينة عند أمها. هذا حكومة، هذا آخر العنقود، هذا ولي العهد الجديد. ما شاء الله تبارك. حكم تبي تلعب؟ أنا لا أكتمك، أنا أحرص يعني مع كثرة انشغالي وسفري، أحرص أني إذا وجدت في البيت أني أعوض الأولاد وأمهم، أعوضهم بقدر المستطاع عن فقدي خلال هذه الأيام. يعني تراني في البيت مزوحا ضحوكا، ألعب مع البنات، أحيانا نسوق السيكل حق عبد الرحمن، وفي المراجع أحيانا أركب معهم وألعب معهم، يعني بحيث أني أحاول أنهم يشعرون أني إذا جئت أني موجود. صحيح أني أجلس في المكتبة كثير حقيقة، ويلزمك أنك تجلس في المكتبة، خاصة أنك لما تكون مرتبط بالكمبيوتر والنت، يعني صحيح معي اللابتوب لكن اللي هو محمول، لكن أحيانا ما يوفيك مثل لما يكون الكمبيوتر ثابت. أحاول أطلعهم معي قدر المستطاع، أحيانا في
بعض المتنزهات، وعسى الله تعالى أنه يعين. أتمنى منهم حقيقة أن يعني صعب أقول لك يأخذوا مني، لكن ما دام أن هكذا جاء السؤال يعني أتمنى أن يعني والله الحمد قد يكون أنا اعتنيت من قديم بفنون التعامل مع الناس، طرق كسب الناس، وألفت في ذلك كتابا أيضا. فلو وفقوا أن يأخذوا فن التعامل مع الناس، القدرة على كسب الآخرين، تبسم في وجوههم، التلطف معهم، تحمل الأذى منهم، محاولة كسب الكبير والصغير إلى غيره، هذا الذي أحاول حقيقة أن أربيهم عليه دائما لما يذهبوا معي عبد الرحمن وأخوه إبراهيم. يعني أنا أقول لا يأخذوا مني أحيانا الحساسية المفرطة، يعني أنا أحيانا يعني ربما لو يعني قلت لإنسان كلمة في مجلس مثلا مزح ولاحظت أن وجهه تغير، ربما أجلس شهرين أو ثلاثة ونضائق الصدر من ذلك الموقف مع أنها مزحه وهو نسيها، لكني أنا لم أنسها. الحساسية الزائدة هذه، العاطفة الزائدة أتعبتني حقيقة، وحاول دائما أن أقنع نفسي أنها غير جيدة وأتركها، لكن أحيانا تغلب عليها، فلعلهم لا يأخذوا هذه حتى ما يتعبوا. أحاول دائما أن أسعى وراء التجديد والتطور، يعني والذي ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان حريصا على أن يعني يقبل الأشياء التي فيها نوع من التطور والراحة. يعني لما كان يخطب على يتك على جذع نخلة، وأقبلت إليه امرأة قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره فيصنع لك منبرا، قال مريه، فصنع المنبر، فرق النبي صلى الله عليه وسلم المقصود وخطب على المنبر. المقصود أنه ما قال المنبر سيكلف مثلا 100 درهم 200 درهم تصدقوا بها، لا، ما دام في مجال يكون عندنا وضع أحسن. فأنا حقيقة بالعكس دائما مع التطور، أحرص دائما على أن أي شيء فيه تطور، سواء في تعاملي مع أولادي، في سفري، في تعاملي مع الإنترنت، تعاملي مع التأليف، مع الإعلام، أي شيء فيه تطور غير مخالف للشريعة بالعكس أحرص دائما على أن أتبعه وأن أخذه، حتى في تربيتي لأولادي، حتى في تعاملي مع زوجتي، في تعاملي مع أبنائي، لا أقف أمام شيء من التطور إلا إذا كان في ضرر عليهم. يعني مثلا استعمال أبنائي وبناتي الإنترنت، وجود الجوالات معهم ونحو ذلك، أحرص أن يكون فيه نوع من التحكم في هالأمور صيانة لهم وحرصا عليهم. أبو عبد الرحمن كما يحب أن ينام يرى في أولاده نعيم الدنيا الذي تفضل الله عليه به، يرى في ابنه البكر عبد الرحمن السند وولي العهد، ويرى في إبراهيم الامتداد لما بدأ، ويرى في بناته أزهار الرحيق التي يشتمها في قلبه قبل منزله. يلا اقرأوا إن أعطيناك الكوثر، صوت عالي، صوت أعلى، أعلى شيء. أنت هنا اقرأي، أنت اقرأي. وش حافظة هذا؟ ما حفظت شيء. يلا أعطينا وش حافظة. يلا أعطينا يا باب أسناني واوا. يلا يلا ما في أمل تتفاعل، لا يمكن التنبؤ بما تفعل. لم تنتهي الحكاية، بقي الكثير ليقوله الشيخ عن بداياته في الخطب والدروس، عن وسامته، عن أصدقائه، وعن نظرته للحياة، في الحلقة القادمة بإذن الله من ذكريات.